ما معناه في السياق قوله تعالى حتى زرتم المقابر، يعني استمر الناس مشغولون في التكاثر حتى ماتوا، هذا وجه. وقال آخرون من أهل العلم حتى زرتم المقابر، حتى وصل الأمر بهم وبتكاثرهم وتباهيهم على بعضهم البعض إلى أن ذهبوا إلى القبور، يقول هذا قبر الدكتور فلان ابن عمي، وهذا قبر الوزير فلان ابن خالي، وهذا قبر العمدة فلان ابن عم جدتي، وهذا قبر فلان، ويتباهون حتى بالأموات الذين ماتوا، زاروا القبور وتكاثروا بالأموات فضلا عن تكاثرهم بالأحياء. هذا وجه.